طيب انا عايز اقول لك ايه، ان الشكل ده من التواصل على مدى الفتره دي كلها يا فيصل شكلت مش فكره ان هو حاله وعي زادت ودي زادت، لكن انا عايز اقول في حاله من الثقه تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومه والقياده ومعايا شخصيا. وانا عايز اقول لك برضه يا فيصل بدل ما اتكلمنا فيها، اللي بيتعمل دلوقتي بقاله 8 شهور او سنه هو محاوله للعبث في الحته دي، في المساحه، في المساحه دي، مساحه الثقه، مساحه ايه؟ الثقه. الثقه اللي موجوده من الكذب والافتراء والادعاءات وحاجات اخرى كتير. انا عايز اقول لك ده بيتعمل دلوقتي ليه؟ لان هو طب فين الكتله، فين الكتله الصلبه اللي موجوده في الدوله المصريه؟ هي الحكومه والقياده. طب نعمل ايه بقى؟ ما هو الارهاب ما ينفعش يا فيصل، الارهاب في مصر فشل والحمد لله رب العالمين خلصنا منه، اصبح من دفعنا ثمن كبير، دم ابنائنا وشعبنا يعني، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عدى. طب هم هيسيبونا كده؟ هيسيبونا كده؟ لا. فالنهارده بيتم العبث في المساحه اللي بين القياده وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخله.